دمج بين الخط العربي ومهاراته وبين الحرفة اليدوية وإعادة تدوير يمكن بعض القطع بالمنزل. وهذا الفن الجميل اللي بتتميز فيه طبعا سيدة من السيدات السوريات اللي هي ضمن مشروع الخاص واللي راح نحكي عنه أكثر يا عفاف. أكيد السيدة اللي معنا اليوم هي السيدة رزان كيلاني، وهي أيضا عضو بمجموعة إبرة وخيط، قدرت من خلال إبداع أنه تضيف على اللغة العربية سحر خاص وتضيف على خصوصيته إبداع جديد وإشياء كتير جديدة ومميزة. رح نتعرف على إبداع هي السيدة اليوم وعلى شغلها ونتعرف على مشروعها. هذا ضمن فقرتنا الختامية لليوم. معنا اليوم السيدة رزان كيلاني، يسعد صباحك. يسعد لي صباحك يا رب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي ست رزان. خلينا بالبداية نبلش، المشروع مانو جديد وانتي صليكي كتير عم تشتغلي هذا المشروع، شفنا لك معارض متعددة كان مع إبرة وخيط أو حتى شغل فردي. اليوم الجديد انه صار في أكثر دمج للخط العربي مع إعادة التدوير اللي انتي كنتي مبلشة فيه، نتعرف أكثر على هذا الموضوع. أنا مع مجموعة إبرة وخيط صار لي 7 سنين. طبعا نحن بنشتغل بإعادة تدوير الأقمشة. شغلي يعني أخذ طابع إدخال الحرف العربي، طبعا إيمانا مني بأن اللغة العربية هي لغة غاية بالجمال والروعة. حروف العربية أثبتت على مر التاريخ مدى يعني جماليتها، لحتى أنه اللغة العربية أدخلت ضمن هيئة الأمم المتحدة كلغة رسمية معتمدة. فأنا إيماناً مني ومحبتي لهاللغة العربية حبيت أني ترجمها بشغلي، إما من حيث الأقمشة، يعني ممكن أنا أعمل شكل الكلمة بالقماش أو ممكن أرسمها رسم. طبعاً الأحرف العربية أنا بالنسبة إلي حسيتها هي أحرف مرنة انسيابية بتعطي جمال كتير بالشغل. فأنا كمان بدي شغلي إنه ياخد بصمة يعني سورية، كونه إعادة التدوير هي موجودة بكل العالم، فأنا كيف بدي خلي شغلي مميز؟ حاولت إني أدخل فيه الحرف العربي. طبعا الحروف العربية يعني في عدة أنواع من الكتابة العربية، نسخ، ديواني، ثلث. أنا اعتمدت خط الثلث لأنه خط الثلث هو عبارة عن خط المرن، الحرف بيطلع فيه كتير حلو. طبعا شغلة تانية جمالية لغتنا أنه أحرفها متصلة، هالاتصال ممكن أنت تشكلي منه شكل هندسي بالزخرفة، فكيف ما نزلتيه على القطعة بيعطي جمالية. وهلأ حاليا يعني في رجعة هيك كتير الناس عم بتحب ترجع للماضي، للأقمشة التراثية، للحرف العربي، عم بتحب شيء يكون مكتوب فيه له لغة هيك قريبة منه أو أسماء معينة شيء معين. لحتى مو بس الناطق باللغة العربية بيحب الحرف العربي، حتى الأجنبي يعني بينشد لهالحرف العربي. يعني الحرف العربي بحسه حرف مقدس، خرج انه يتنزل بلوحات، بديكور، بأقمشة، له فخامة يعني. فحبيت انه هالشي ترجمه من ضمن اعمالي. طبعا نحن من شي سنة ونص عملنا بإبرة وخيط، نحن كل سنة بنشتغل بورشة ونعمل معرض بنهايتها. عملنا ورشة سميناها حروفيات وعملنا معرض فيها. انا ضليتني من بعد هالورشة متعلقة بالحرف العربي، فحبيت انه خلص ياخد منحة معي مع المحافظة على الأقمشة التراثية السورية. كتير بستخدم بشغلي، هلا اذا لاحظتي قماش الصايا، قماش الصايا هالالوان اللي فيه تحديدا هذا قماش الصايا. ايوه هذا قماش الصايا، الالوان اللي فيه، خيط القصب اللي فيه، في قطع فيها واضح اكثر قماش الصايا. هلا هو انا بدخله بشكل، لا هذا قطع صغيره تطعيم يعني. ايه هلا نحن طبعا هذا هو طبعا نحن شو بيتوفر عنا قماش يعني فبنستخدمه على حسب كميه القماش الموجوده عندنا. فقماش الصايا هو قماش ملون بيدخل فيه خيط قصب، فبحسه انه بيلبق لاي شيء يعني ممكن نستخدمه فيه. كمان هي ممكن تستخدم للجزدان صغير. أيوة. موبايل. انا حاولت بشغلي السنه انه الشغلات تستفيد منها السيده، فحاولت اعمل حقائب. هي كمان شنطه. ايوه شنطه حاولت اعمل حقائب دخلت فيها الرسم. اي يعني شغل هيك تحسي شيء ناعم مع استخدام أقمشة تراثية. حاولت أعمل جزدان مثل اللي موجود عندك. أنا انتبهت إنه هذا له شيء خاص يعني إنه هذا جزدان مكياج. هذا جزدان قديم ومهري يعني، فأنا أخذته وكان فيه مقصات وكذا وهيك،
فأنا حاولت إعادة تدويره، حطيت ماشي عليه واشتغلت وبالحرف العربي. يعني نحن من أي قطعة موجودة عندك مرمية أنت ممكن أنك ترجع تعيدي أحياء من أول وجديد والدورية. دخلت حتى كمان على الملابس إذا شايفة كمان دخلت الحرف العربي. هذا كتير موضة، يعني صار له فترة الناس كتير حابة هذا الشيء. يعني بنطلون قديم عندي حبيت أرجع أحييه فدخلت فيه حرف عربي. اشتغلت بالأحرف العربية على عبايات بس ما صار لي مجال إني أجيب لكم إياها. فالحرف العربي يعني مثل ما شايفة وين ما نزلتي هو حرف مطواع، يعني بيتكيف معك كيف ما هذا. ست رزان خلينا نحكي شوي بشكل موسع أكثر، أنت عم تصيغي الأحرف العربية واللغة العربية اليوم على أقمشة متنوعة من عدة أنواع، من كمان على لوحات على ألبسة، فأنت عندك خيارات واسعة وخياراتك جدا أوقات بتكون صعبة، وأنت لازم تكوني هون مميزة بأفكارك. شايفين التميز وشايفين الإبداع. أنت أكيد اليوم عم تواجهي صعوبات من خلال نتيجة هذا التميز، خبرينا عن هاي الصعوبات، شو المشاكل يلي أنت واجهتك، شو اللي قدرتي تتخطيه وكان ممكن سبب يعني بيوم من الأيام أنه أنا وصلت لمرحلة أنه ما بقى عندي شيء صعب؟ هلأ ما في شيء صعب، أنا هيك مبدأ حياتي. يعني طبعاً أول ما بلشت بالحرف العربي كتير كان صعب أنه أنت تطبقيه كقماش، يعني هاي اللوحة مثلاً هاي الجلالة يعني كلها مشغولة بالقماش، فصعب الحرف العربي. صحيح هو جميل بس له انحناءات، يعني صعب انك انت تطبقيها بالقماش. فواجهت صعوبة في تحدي، بس لما القطعة عم تطلع كتير حلوة، هون قطعتنا خلق العشق لدمشق، دخلت فيه شغلات دخلت فيها رسم، فأكيد واجهتني صعوبات بس بالتحدي وبالحب لهالعمل يعني قدرت اني طبق شغلات حلوة. حتى أنا من فترة كنت بأوروبا يعني والشغلات اللي كنت عاملتها حسيتها يعني لقيت رواج من قبل الأجانب حتى مو بس العرب، فهالشي كتير عطاني حافز ودافع إنه أنا بدي ضلني متمسكة بحرفي العربي وبالأقمشة التراثية السورية. يعني عم حاول دائما حط بصمة سورية من ضمن أعمالي. بتشوفي يعني حتى عامله هي قد ايه فكره حلوه، هي تبع نينة العطر اللي نحن بنرميها، ممكن جراب نظاره، فانا عملتها للنظاره يعني دمشق. وكتبت عليها دمشق، استخدمت فيها القماش الصايا. عم حاول كثير كمان اني استخدم قطب يعني تكون ظاهره لحتى يبين جماليه العمل اليدوي. القطعه اللي معي كمان مكتوب عليها دمشق، رسمي عليها ياسمين. كمان هون اشتغلت على خامه كثير صعبه اللي هي المخمل يعني، فكمان طلعت قطعة ذات جمالية حلوة. هلأ من ضمن الأعمال حتشوفوا أنه داخل معي كمان خيش، نحن يمكن من لوحات يمكن أيوة، نحن السنة بورشة إبرة وخيط عم نشتغل بالخيش. الخيش اللي هو عبارة عن كياس الرز اللي نحن بنرميها حاولنا نرجع ندورها ونستخدمها، فأنا اشتغلت معهم بورشة الخيش بالإضافة للأحرف العربية اللي عم اشتغل فيها. هاي اللوحة اللي موجودة عندك داخل فيها عدة تقنيات، يعني أنا مدخلة خيش، مدخلة قماش، مدخلة الصاية إذا شفتي على رقبتها، ايوه حاطه اكسسوار حلقات، حتى راسمه الوش راسمته رسم، فحاولت ادخل عده تقنيات فيها حتى يبين جمال العمل. يعني من قماشه خيش انت كنتي راميتيها طلعت معك لوحه فنيه. كمان هون في عندك جلاله، كمان هي داخلها خيش. عندنا سيده فايزه بوجه لها تحيه، كمان هي والسيدة هنا هن بيشتغلوا كتير بالتطريز، علمونا القطبة الإكس اللي بيشتغلوا فيها، فحاولنا كمان نطبق على الخيش القطبة الإكس. هلأ هاد كيس حلو
انا هيك بعرف هذا الكيس تبع الحلو يعني بنستخدمه بنرميه خلاص. في ناس صارت هلا تستخدمه وتحط فيه اغراض. أيوه. شو انا حبيت بس حط طابع يعني خاص فيني، فحطيت عليه قطعه خيش مطرزه وطبعا دخلت قماش الصايه مثل ما لكم شايفين كنوع من الديكور. صار شنطه صغيره يعني هي انا حلوة. عم بسيم هدول الاكياس ما بكبهم بستخدمهم دائما، بس انا ضفت عليهم شيء انه طلع يعني في لهم طابع هيك مميز. انت شلتي الاسم مشان ما يضل انه محطوط. ايوه انا حطيت هي حطيتي شيء ثاني عطاها جماليه، حطيت عليه عطاها جماليه. فنحن ممكن من شغلات كثير بسيطه انه نعمل هيك اشياء. عندك جلاله كمان اللي ناحك، هي جلاله مستخدمه فيها انا الاغباني. عملتيها مفرش؟ عملتها مفرش طبعا من بقايا القطع الموجوده عندي. حاولت طبعا انه تطلع مفرش كثير حلو. هدول الفوط كنا نستخدمهم يعني ما بيستخدمون العالم فوط الاغباني، حاولت ادخلهم. هدول اللي كانوا بيحطوهم على السفره تحت كل صحن. ايوه صارت رفاهيه. الامور كانت اجباريه تلاقيها بجهاز الصبيه انه تاخذ للصحون مفارش وهالقصص هي. ففي سيده اعطتني اياهم انه ما عدنا استخدمناهم فدخلتهم بشغلي. فانا اذا بتلاحظي شغلي داخل فيه قماش. لاحظت انه شغلك انت عم تعملي من اللاشيء شيء كثير جميل، ما عم تعاني يمكن باختيار الاقمشه، بس في عندك معاناه بتلبيه بعد بعض المواد عم تلاقيها؟ هلا مثلا انا شو المشكله عندي انه مثلا قماش الصايه مثلا او الاقمشه التراثيه غاليه، هي باهظه السماء. فاللي بيتامن معنا بيتامن بشكل بسيط. فانت عم تلاحظي بكل قطعه انا مدخله شيء كثير بسيط، قطعه صغيره. هلا هي حبيت قطعه تكون مودرن للنظارات كمان، هيك بنوته وحطيت قماش صايه على جنب يعني قعدت احياء هال. بلش يجيكي طواشي معينه مثلا من خلال شغلك مشاركتك بالبازارات انه مثلا في حدا ممكن يقول لك انا حابب هذا الموديل ضيفي لي عليه اضافات، تعملي هيك شيء؟ هلا انا ما راح اكذب عليكي، نحن التسويق فيه معاناه يعني مش مو بس انا يعني الحرف اليدويه بشكل عام. هلا نتيجه الوضع ببلدنا ما كثير في اقبال، فهو اما بازار او صفحه أو على الفيسبوك. ايوه مثلاً. او معرض يعني نحن بنعمل معرض بروخيت كل نهايه يعني كل سنه بنعمل معرض سنوي. هلا بصراحه يعني في بيع لبرا شوي يعني، فانا بطمح انه يصير في تسويق اكثر يعني لشغلنا، لانه عن جد انه المراه السوريه هي مراه مبدعه يعني بحرفها اليدويه، فحرام هالشغل انه ما ينتشر يعني ويلاقي رواج. طبعا انا بس برجع بشجع المراه انه لازم تشتغلي حرفه يدويه، لازم الخياطه هي حرفه كثير بتعطي طاقه ايجابيه، بتفرغ طاقات سلبيه، بتحسسك بالفخر لانه انت عم تبلشي من لا شيء عم تعملي قطعه كثير مميزه، ما شرط انك تبيعيها يعني انت ممكن تحطيها ببيتك يعني. حتى يعني حرفه اعاده تدوير موجوده عند جداتنا يعني، كان كل سيده لازم تشتغل شيء لبيتها يعني ما شرط انه تكون تعرف تخيط. نحن بابره وخيط نستخدم كثير قطب بسيطه. خلينا نرجع لنقطه البدايه معك سيده رزان، ابره وخيط يعني بدايه كل ست ممكن الطفله من هي وصغيره تمسك ابره وخيط وتحاول انه هي بدها تعمل شيء. بداياتك كيف كانت؟ كان انت عندك هي الموهبه من زمان من انت وصغيره ولا عملتي كورسات وتعلمتي وكان هذا الشيء اختياري لك؟ ابدا يعني انا شخص بحب كل شيء يصير بسرعة يعني مالي كتير صبورة يعني حياتي فيها يعني ضغوط شغل عمل يعني أنا درس بالجامعة برسم يعني عندي كتير شغلات. فمرة رحت لمعرض شفت كانت عملته الدكتورة سحر البصير، موجه لها تحية أكيد النحلات سوري. ايوه ففتت شفت أقمشة ولقيت طريقة العرض كتير حلوة حبيتها، قالت لي إنه نحن هيك بنشتغل بالإبرة والخيط. يعني أنا ما صدقت حالي لأنه أنا مالي ماسكة إبرة وخيط بحياتي يعني. فبلشت أتعلم لقيت بالعكس يعني هي مهنة صحية يعني هي حرفة بدها صبر. هذا الصبر انا بحاجه له يعني، ومع الوقت بتحسي انه صحيح عم تعدي ساعه ساعتين على القطعه بس عم تحسي حالك كثير مبسوطه يعني كانك عملتي هيك رفهتي عن حالك. مو انه يعني في ناس بيقولوا لي انه والله كثير صعب وكيف تقدري تعدي ساعه ساعتين، لا بقعد وبنسى حالي. فتعلقت فيها كثير يعني حتى هي فكره اعاده يعني التدوير يعني صدفه. خلينا نقول صارت معك صدفه. صدفه وتعلمتها يعني انا مالي زمان يعني صلي 7 سنين مع ابره وخيط وضليت تقريبا شي سنتين مع نحلات سوريا.
فمالي زمان يعني. بس انا ليش عم بحكي هالحكي؟ مشان شجع اي مراه انه ما شرط انك تكوني بتعرفي تخيطي مثلا. فتعلمتها وتعلقت فيها وتعلقت بفكره اعاده التدوير اللي هي هلا كثير اخذه رواج عالمي، انه انت ممكن من اي قطعه صغيره مرميه تعملي شيء بعدين. يمكن نحن صرنا بحاجه لهذا الشيء. يعني اليوم طبعاً. الاقتصاد العالمي بشكل طبعاً. عام صار يعمل على خلق بيئه جديده. أيوة. اعاده أيوة تدوير الشيء طبعاً. اللي نحن فيه الامكانيات. ليش ما يعني مستفيد. اليوم صرنا نقول اذا كل شخص بيقدر يعمل ببيته، اللي عنده حديقه، اللي عنده اسطوح، اللي عنده شيء، انه يزرع شيء ليوفر لنفسه، يمكن خضره اللي بتقدر تعيد تدوير بغلاء الاسعار، انه هي تستخدم الملابس بشكل جديد. وهي هي الفكره الاساسيه اللي يمكن جذبت الناس لموضوع صحيح. اعاده التدوير والاقمشه، انه تحس السيده هي عم تعيد انتاج حياتها، مو بس هي عم تعيد تدوير قطعه، هي عم تعيد تدوير قطعه وعم تجمع ذكريات. يعني بكل قطعه انت عم تشتغلي فيها اخذه ماشي من زوجك، من مثلا هي القطعه انا هي ماشي من خالتي الله يرحمها. الله يرحمه. يعني بضلني كل ما اطلع فيها بتذكرها. بس هي مو للبيع. لا مو للبيع. ما بتبيعي. مو للبيع. اللي في الى ذكرى. طبعا طبعا. فهي عباره عن مزيج من ذكريات انت عم بتحطي بهالقطع تبعك، فبتحسي حالك متعلقه فيها يعني حتى انت عم تشتغليها. فنحن اعاده تدوير مو بس انت دورتي القطعه، لا، حافظتي على ذكرياتك ضمن هالقطعه يعني ما رميتيها. طريقه حلوه اكثر. طريقه حلوه. غاليه اكثر. والواحد هيك بصير بحافظ عليها اكثر. تحسي القطعه فيها روح يعني. صحيح تماما. سيده رزان، اليوم انت هلا افكارك دائما متجدده وبتخترعك اليوم شيء جديد ممكن، او بتخطر على بالك فكره جديده، في شيء لقدام بالمستقبل حاطتي براسك بدك تنفذي؟ هلا انا حابه اتوسع اكثر بالحرف العربي بصراحه. انا ما عملت منه لسه لوحات. يعني انا برسم، بعمل لوحات مرسومه رسم بالخط العربي، بس انا حابه ادخله بلوحات قماشيه. يعني حابه اني اعمل لوحات كبيره بالخط العربي، يعني حابه اطور حالي فيه اكثر، حابه ادخل خامات اقمشه اكثر يعني. هيك انا بطمح يعني، ومع طبعا انه توسيع الشغل، التسويق يكون افضل. طبعا انا بطمح مو بس على صعيدي، انه على صعيد ابره وخيط، انه كلنا نطلع سوا يعني. بما انه ما عندك صبر، فانا بتوقع لك انه رح تنفذي المشروع فورا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانا حابه يعني اذكر بس الناس، يعني ضل بكل مقابله بقولها، انه نحن دوراتنا مجانيه بمجمع دمر الثقافي، مشروع دمر، كل سبت من 10 ل 12. اي سيده بتحب تنضم لمجموعه ابره وخيط، بس بكفي تجيب معها ابره وخيط. مجموعتنا كثير حلوه، عم تكبر مع الوقت، عم نشتغل شغلات كثير حلوه، في تبادل مهارات. يعني كل سيده منا عندها مهاره معينه بتعلمها لغيرها، فعلى طول عندنا ورشات متجدده، عم نحاول نطور حالنا ونطور شغلنا. فاي حدا بيحب انه ينتسب لمجموعتنا اهلا وسهلا فيهم. اكيد. ونحن دائما بندعي الكل انه هو يعمل شيء بحبه الى جانب شغله او حياته، مو شرط يكون هو مصدر الرزق الاساسي، بس ممكن يغير انتاجيته بالحياه. طبعاً. بشكل عام. طبعا نشكر وجودك معنا استاذه، وعلى كل الجمال اللي عم تضفيه على بيتك، وعلى ايضا المحيطين يلي عم يتفرجوا عليه. شكرا لك. شكرا كثير لكم لدعمنا كمان. وكمان ضفتي الجمال على صباحنا، وبدي اقول لك انه انت مثال للمرأة السورية يلي قد ما تقدم فيها العمر، العمر مجرد رقم. أنا فيني أتعلم أشياء جديدة وفيني أطور من حالي وأنا عمري ما في عمر، يعني ما في رقم بيقول لك والله كبرنا على هالشغلات ومدري شو. لا، قادرين نحن نتعلم. صحيح. أي شيء وبأي وقت. بدي أتشكر حضورك. صحيح. وأهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. أهلا فيكي.